للحديث أكثر حول فعاليات مبادرة أنت الحياة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة أسماء عبد القادر، منسق حياة كريمة بالمنيا. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين. في البداية لو تعرفي يعني المشاهدين بمبادرة أنت الحياة وأهميتها. تمام يا فندم، هو بالفعل مبادرة أنت الحياة تم انتهاء فعالية مبادرة أنت الحياة بالأخضر في محافظة المنيا، تمت في قرية المعصرة مركز ملاوي من الفترة من 1 ل 6 ديسمبر. من خلال المبادرة أنت الحياة تضافرت جهود العديد من الوزارات والمؤسسات في الدولة زي وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، المجلس القومي للمرأة، جامعة المنيا، شركة إيفا والجامعة البريطانية، والهيئة العامة لتعليم الكبار، بالإضافة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والأزهر الشريف. كل ده وكل المؤسسات يا فندم تضافرت مع بعض من خلال توفير حياة كريمة لائقة لأهالي الريف المصري. نعم، يعني ماذا قدمت المبادرة في محافظة المنيا تحديدا قرية المعصرة؟ يعني أبرز الخدمات الموجودة، أبرز ما يمكن أن يعني تطلعوا المواطنين عليها أيضا. تمام، تم خلال فعالية مبادرة أنت الحياة العديد من الفعاليات، أهمها القوافل الطبية. تم إطلاق العديد من القوافل الطبية خلال المبادرة، فيها تخصصات رمض وأطفال وبطنة ونساء وتوليد، مسالك عظام وجلدية ونفسية. تم توقيع الكشف على أكثر من 1500 حالة من خلال جامعة المنيا والجامعة البريطانية وشركة إيفا، بالإضافة لمشاركة الهيئة العامة لتعليم الكبار بقوافل امتحانات محو الأمية من خلال قوافل ثابتة ومتنقلة عن طريق طرق الأبواب لعرض الخدمات المتعددة لمحو الأمية. بالإضافة يا فندم إن كان في مسرح حياة كريمة، ده تم من خلاله عدد العديد من الفقرات الترفيهية والتعليمية، بالإضافة إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان قدم خدمات توعوية لكافة الأعمار، بالتعاون أيضا مع وزارة الشباب والرياضة بمبادرة في فعالية مبادرة أنت الحياة. تم إطلاق برنامج خطوة نحو الأفضل، دي بتستهدف غرس التلقية بالإيجابية في الأطفال وتعديل مسار السلوك. بالإضافة كمان كان في ورش حكي للكاتبة سماح أبو بكر سفيرة حياة كريمة، وأيضا كان في ورش العمل الحرفي وورش إعادة التدوير، ده لتمكين المرأة اقتصاديا. احنا كمان مش بنعمل الورش دي للمرأة فقط، لا بنتابع معاها التسويق المنتجات دي، يعني المبادرة بتبقى مستمرة مع السيدات اللي تم تعليمهم خلال الورش العمل الحرفي. يعني من كلام حضرتك انه يبدو انه المبادرة هي ليست فقط لتقديم الخدمات، ولكن هناك تواصل وهناك حوار مع الأهالي. كيف تفاعل الأهالي مع فعاليات أنت الحياة؟ كان لقت مبادرة أنت الحياة تفاعل كبير من أهالي قرية المعصرة والقرى المجاورة من خلال الورش ومن خلال المسرح. يمكن أكتر فعالية كانت عليها إقبال شديد مسرح حياة كريمة خلال الفقرات الترفيهية والتعليمية خلال المسرح، بالإضافة للورش العمل الحرفي زي ما قلت لحضرتك كان عليها إقبال شديد. أيضا كانت وزارة جامعة المنيا قامت بعمل قافلة بيطرية شاملة لفحص وتقديم العلاج اللازم وورش عمل، كان في ندوات توعوية للسيدات المعيلات وندوات توعية وإرشاد زراعي. فبالنسبة للإقبال كان كثيف على فعاليات على مبادرات أنت الحياة، وأيضا القوافل الطبية لاقت إقبال شديد في كل التخصصات اللي موجودة في القوافل. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا للأستاذة أسماء عبد القادر، منسق حياة كريمة بمحافظة المنيا.